نفت لجنة الانتقال الرئاسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أي صلة لترامب بخطة سلام في أوكرانيا بعد تصريحات للعضو الجمهوري براين لانزا حول هذا الموضوع، والذي أشار إلى أن الإدارة المقبلة ستركز على إحلال السلام في أوكرانيا دون السعي لاستعادة الأراضي ومنها شبه جزيرة القرم. لكن المتحدث باسم اللجنة أكد أن لانز لا يتحدث باسم ترامب. يذكر أن ترامب وعد خلال حملته بإنهاء الحرب الأوكرانية في يوم واحد دون تقديم تفاصيل.